السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة موضوعنا هنعمل مع بعض زغاطة زغاليل من عمر أسبوع حتى عمر أسبوعين. كنا في فيديو سابق عملنا الزغاطة من عمر يوم حتى عمر أسبوع. هي زغاطة النهاردة مش هتختلف كتير غير في التركيب اللي هنزغط بيه الزغاليل. طيب نبدأ مع بعض نركب التركيبة مع بعض، هنشوف هتختلف في ايه. كنا في الزغاطة اللي هي من عمر يوم حتى عمر اسبوع استخدمنا كيس اللبن ده او كيس الحليب. نفتح الكيس، الكيس ده ب3 جنيه يا جماعة، مش غالي يعني، كيس ب3 جنيه، هو مفيش فيه كتير، كمية قليلة لكن احنا مش محتاجين كتير. انا باخد منه معلقة نعبي المعلقة كده هنا في العلبة، نملى معلقة منه ونضيف عليها معلقة دقيق، خدنا معلقة اهو نحطها في العلبة ونضيف عليها معلقة دقيق او اللي هو طحين القمح، زي اخواتنا في الدول العربية بيسألهم يعني ايه دقيق، مش عارفين دقيق، فاحنا بنقولهم ان هو طحين القمح. بعض الدول تانية في اسامي تانية يمكن انا مش متذكر دلوقتي الاسم. معلقة طحين القمح، زائد هنضيف عليهم بقى الاضافة اللي هي نبدأ نديهم العلف، ده اللي احنا هنذبحها الزغاليل يا جماعة. ده نحط برضو معلقة علف اللي هو علف التسمين المستخدم في دجاج التسمين، معلقة يعني، المهم يكون النسب زي بعضها، 3 نسب متساوية. طيب هنعمل عليهم ايه؟ نضيف عليهم المية بقى اللي هنحطها، هنحط على كل معلقة من دي 50 سنتي مية، يعني 150 سنتي مية هنضيفهم على ال3 معالق دول. هي مية كتير لكن علشان الاكل ما يحجرش، العلف بيحتاج مية كتير يا جماعة عشان ما يحجرش في حصالة الزغاليل. انا معايا السرنجة طبعا بعاير بيها، عارف ال 150 سنتي مية انت بالتقريب يعني، فزيز الحاجة الساقعة بيبقى مكتوب عليها المعايير دي تبقى تعرفها بأي طريقة. 150 سنتي مية، تمام. طيب بنعمل ايه بقى؟ هنتركهم حتى يتخمرهم زي ما بنعمل في دايما مع العلف، لكن هي لو مفيش فيها علف هنزغط على طول، لكن ما ينفعش نزغط بيها طالما فيها علف الا بعد من ربع ساعة ل 15 ل 20 دقيقة، من 15 الى 20 دقيقة هنسيبهم ونرجع لكم بعد ما يتخمروا. طيب علشان الوقت انا مجهز كمية كبيرة اهي زي ما قلنا، مجهزها مخمرها جاهزة، اقلبها بنفس الطريقة، انا مجهزها بنفس الطريقة اللي قلتها لحضراتكم، اللي هي 3 نسب متساوية وكل معلقة من دول عليها 50 سنتي مية، هي هتبقى خفة كده يا جماعة افضل اللي هي الزغاليل. طيب بعد ما ما اتخمرت وقلبناها كويس بنضيف عليها الدواء السحري بتاعنا اللي هو جروفيت بلاس، اللي ما عادش فيها غير شوية صغيرين. الازازة دي اللي انا بشتريها ب40 جنيه، بيطري، دواء بيطري جروفيت بلاس، اللي ما شافهاش قبل كده اتكلمنا عنها كتير، هو دواء بيطري جروفيت بلس، فيه جميع الفيتامينات والاملاح المعدنية اللي بيحتاجها الزغلول خاصة، والحمام عموما خاصة في العمر اللي هو عمر التريش ده، لكن هي ريحتها مش كويسة، ريحتها مش حلوة، الحمام مش بيحب ريحتها، فاحنا بنفضل ان احنا نحطها في الفم مباشرة للزغاليل. لكن لو هتحط منها في المية للحمام الكبير حط بس سنتي بس عشان ريحتها النفاذة. نقلب العلقة جيدا والخلطة بتاعتنا
تمتزج تماما، بعد كده نبدأ التصغير. بعد ما قلبناها تماما نبدأ التصغير على طول، ان نسحب من السرنجة، معنا السرنجة اللي بنضغط بها دايما على حسب الزغلول ما هو محتاج. يا جماعة يا زغلول صغيرة مش هتاخد كتير، واعتقد ان هم شبعانين مش محتاجين قوي، لكن احنا نشوف اللي محتاج نعمله نزوده شوية. واحنا دايما يا جماعة بنستخدم الزغاطة اللي بنبقى نكون مضطرين، الا في حالات التسمين لما بنكون بنحب نتقل حجم الزغلول بنستخدم الزغاطة عشان نسمنه، لكن في حالات تانية اللي هي مرض الاب والام بتاع الحمام بتاع الزغاليل، ابوهم وامهم صابهم مرض او شيء، او طاروا وما رجعوش، يعني كنت عم بتطير الحمام الاب والام او احدهما يعني طار وما رجعش تاني، ده شبعان يا جماعة. نجيب زغلول لأعمار مختلفة زي ما قلنا، هما من عمر أسبوع حتى عمر أسبوعين على حسب ما هو محتاج نعطيه، لأن هي أحجام مختلفة. ندي ده كمان شوية، تمام كده ما شاء الله الزغلول، والزغطة سهلة جدا يا جماعة. السرنجة المستخدمة دي السرنجة دي بستة جنيه 60 سنتي، تتباع في الصيدليات البشري. اللي عايز يشوف الفيديو جماعة مختصر هيلاقيه على قناة معلومات في تربية الحمام، قناتنا الصغيرة اللي بنعمل فيها فيديوهات مختصرة، لكن دي بنقول فيها معلومات اكتر. قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام بنقول فيها بالتفصيل، اما القناة التانية الجديدة اللي هي معلومات في تربية الحمام بنقول فيها الفيديوهات مختصرة. يبقى اللي عايز يستخدم السرنجة دي يستخدمها، ونبقى نقول لكم على زغطات تانية. معنا ما شاء الله زغليل اهو عمر تقريبا عمر اسبوعين، بعض الاخوة العرب بيقولوا يعني ليه انت ما بتسيبش الزغليل تحت اهليها يعني زغطوها، احنا بنرجعهم لاهليهم يا جماعة، زغطهم كده ورجعهم لاهليهم. لكن غالبا انت لو انت مش عايز تزغط، بس احيانا بتكون مضطر انك تزغط الزغلول علشان ما تسيبوش يموت، لو حصل اي ظرف لازم تكون مستعد وعارف هتعمل ازاي، تشوف الطريقة السهلة تعمل بيها. يعني لو الاب او الام بتاعت الزغاليل صابها شيء ما بتزغطش، صابها المرض طارت وما رجعتش، بتساعد الزغاليل ما تسيبهمش يموتوا، زي ما احنا بنعمل كده حسب ما الزغلول محتاج يا جماعة بنشبعه، وتشوفه مرتين في اليوم. لو لقيته المرة التانية محتاج زغطه تاني، لان هي الزغطة احنا عاملينها يعني خفيفة سهلة الهضم، خفيفة يعني ان هي ميتها كتير فهتبقى سهلة الهضم، لان احنا كنا بنعملها بمية اقل، فالناس اشتكت ان هي كانت بتكلكع او بتحجر في حصلة الزغاليل، فاحنا زودنا لها المية علشان ما تحجرش. اه بسم الله ما شاء الله، معنا اهو بسم الله ما شاء الله الزغاليل شبعت. لو عندك 100 زغلول هتزغطهم يا جماعة في ربع ساعة، يمكن 20 دقيقة، مش هياخدوا معاك وقت كتير فمش هيتعبوك. لكن انا بقول دايما التزغيط الطبيعي افضل للزغاليل خاصة في العمر الصغير، لكن لو عايز تشيل الزغاليل تسمنها انت على ايدك شيلها في الاعمار اللي هي زي كده، حجم زي كده ممكن تاخده تعزله وتدفيه في مكان دافي وتزغطه على ايدك عايز تسمنه، لو عايز تسمنه. اما لو عايز تربيه سيبه لاهاليه يزغطوه،
طيب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.